السيسي طلع رد على محمد ناصر في حلقة الخميس اللي فات. أنا يوم الخميس يا حضرات للي ما كانش معانا طلعت هنا وجبنا فضحناهم وسألت سؤال بسيط، ماذا قدمت مشروعات السيسي اللي اتعمل عليها بروباجندا للمصريين؟ وجبت كان مشروع الرمال السوداء، وقلت ان مشروع الرمال السوداء هي مصيره هو مصير حقل زهر والتفريعه وغيره. هفكركم بالجزء من حلقه الخميس. حد شاف حاجه من زهر؟ المصانع اشتغلت تمام؟ حضرتك الغاز تمام؟ حضرتك بيتقال لك اطفي النور عشان نوفر طاقه. حضرتك بيرفعوا بيعملوا محاضر للمحلات اللي بتولع النور، حضرتك طفي النور في ده التحرير. ايوه عشان نوفر الطاقه. حد شاف اي حاجه من حقل زهر ده؟ ولا اي حاجه. امال المدام كانت فرحانه بشبكه بنتها ليه؟ لانها بنتها. بعد التشغيل بسنه واحده المواطن حس بالخبر. زياده 75%. الخير اهو بقى. بعد سنه مصر ترفع اسعار الغاز للمنازل والمتاجر بمعدلات تصل 75%. ده يوم 21 يوليو 2018. بعد جبنا جول وبعد حقل زهر وبعد الطاقة هتشتغل اترفع عليك 75% من أسعار الطاقة، والسنة دي اطفى النور عشان نوفر غاز. ده اللي أنا قلته يوم الخميس. النهاردة طالع السيسي حرقته الجزء ده قوي، فطلع يرد عليا وخطف الحديدة نتشها نتشة كده، وقبل ما عاد كلمته عشان يقول لك أو يقول أنا مش فاشل وحقل زهر ده حاجة عظيمة جدا، ده انا اشتغلت عليه. بص اسمع من فضلك يا دكتور مصطفى، ارجو نرجع. ايوه انا بس عايز اقول نقطه هنا مهمه جدا لينا كلنا. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل اذا كان في ترسيم للحدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط ومع السعوديه في البحر الاحمر. ما كانش ممكن نعمله، ما كانش في شركات هتقول تنزل تعمل توقيت في المناطق دي الا اذا كان عندنا ترسيم حدود. ادي واحد. اثنين، أنا عايز أقول لكم عشان تعرفوا مش الفكرة مش القدرة، الفضل بتاع ربنا علينا. الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفية، مصر كانت تبقى مطفية. بعد ما عندناش فلوس ندفع كل سنة كل شهر 2 مليار دولار بالأسعار القديمة للغاز عشان ندي محطات الكهرباء، 2 مليار دولار شهر. لو بالاسعار الحديثه دلوقتي قد تصل ل 10 مليار دولار يا دكتور يا طارق كمان، قول هيبقى 10 مليار دولار في الشهر ادفعهم عشان اجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجوده في مصر عشان مصر تفضل منوره. 10 مليار دولار منين دول؟ يعني 20 مليار دولار في السنه نجيبه منين؟ لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بقول الكلمة دي بعد الناس يقول لك ايه؟ يعني الموضوع كله ربنا؟ بالنسبة لنا؟ كله ربنا. بالنسبة لنا؟ ايوه ربنا. لأن احنا لما جينا نعمل الترسيم الناس كلها هتبتنا. وقالوا انتوا بتعملوا الترسيم ليه؟ ولما جينا ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر وجه الحقل ده جاب شركتين قعدت 5 سنين. قلت له عندك 18 شهر مش كده يا طارق؟ قال ازاي؟ قلت له أنا موجود. اي مشكله داخل الحدود المصريه خلاص. الارض اللي كانت بتتخصص لمشروع زي كده عشان ينشا عليها معمل تكريم تاخد 2 3 سنين اتخصصت بالتليفون في ساعتين. مش كده يا طارق؟ وكل اجراء كان طلبه انا عايز يعمل 10 3. هو طارق بيفكرني بفيلم اسمه ايه ده؟ اللي هو في بيتي او في بيتي حاجه كده بتاع سعاد حسني ونور الشريف، روح العب مع الاسد يا اشرف. يعني مش كده يا طارق؟ طارق مش كده يا طارق؟ يعني انت عايز تقول ان زهر ده حاجه عظيمه جدا فزعلان قوي ان انا قلت عليه الحقل ده بعد سنه الطاقه في مصر اترفعت 75؟ ده انا ما جبتش خبر من عندي، ده انا جبته من البي بي سي. طب مين يحكم بيني وبينك يا عبده يا خيشه؟ مش الواقع. قال له الجمل طلع النخله، قال له ادي الجمل وادي النخله. حلو قوي يا عم، انت صادق وانا صادق ونشوف مين يحكم بينا. حقل زهر جامد اخر حاجه، تنين. ليه الناس ارتفع عليها سعر الغاز في المنازل؟ ما ترد عليا يا عبده.
ليه المصانع بتشتكي واتقفلت مصانع بسبب رفع الغاز؟ مصر ده في سي ان ان عربي ترفع اسعار الغاز للمنازل والمتاجر بمعدلات تصل بعد سنه من حقل ظهر. ما هي العينه باينه على الفتاح. واحنا ايه النتيجه؟ حقل ظهر ده حاجه ما حصلتش في الدنيا، ايه الحلاوه دي يا ولا؟ ده احنا لولا حقل ظهر كانت الاهرامات وقعت، تمام. بس النتيجه ايه بقى؟ الحكومة ترفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109% أكتوبر 22، عملنا إيه بحقل الظهر بقى؟ ما ترد عليا يا عبده. حلو وزي السكر. بس عمل لنا إيه بقى؟ الغاز رخص؟ ولا حاجة، ده غلي. المصانع اشتغلت بيه؟ ده 109 زيادة. يا حبيب فتاح، دي كده بقى على إيه؟ اتفاقية ترسيم الحدود. دي بقى عنوانها اللي اختشوا ماتوا. لانك ضيعت تيران وصنافير اللي اجدادنا وعمامنا الرجاله دمهم راح على تيران وصنافير. تيران وصنافير بقت انجاز؟ تيران وصنافير اللي خدتها مننا بعد ما المحكمه حكمت بانها مصريه؟ نشر منطوق حكم مصريه تيران وصنافير سياده مصر على الجزيرتين مقطوعا بها. يا عبد الفتاح عيب. عيب. انت ربنا يعني انت مريض. اللي بعده